أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية إلزام كل المؤسسات الصحية الخاصة بتوفير معايير وطنية خاضعة لأسس دولية من أجل التحقق من جودة خدمات الصحية المقدمة للمرضى ومطابقتها لمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي. وستبدأ الهيئة في تطبيق البرنامج الوطني للاعتماد لتطوير القطاع الصحي الخاص وتحسين جودته بداية من شهر مايو المقبل. البرنامج سيقيم كل المؤسسات الطبية الموجودة في مملكة البحرين ويقيس مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة ويسهم في تعزيز سمعة المملكة كوجهة للسياحة العلاجية. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الخير دكتورة. بداية، كم عدد المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة والتي تطالبونها بتوفير هذه المعايير الوطنية، وكيف ستزودونهم باشتراطات هذه المعايير؟ نعم، مساء الخير. يوجد لدينا الآن أكثر من 700 مؤسسة صحية مسجلة لدى الهيئة بين مستشفيات ومراكز وعيادات ومختبرات. نحن في الواقع سنبدأ بالتركيز الأساسي على 22 مستشفى منشأ في مملكة البحرين، وبالفعل تم تزويدهم بهذه المعايير منذ فترة وتم اختيارهم بها، ولكن نحن الآن هناك استعدادات تجري على قدم وساق للإعداد لهذا التقييم، وإن شاء الله راح نعقد ورشة عمل للمستشفيات حتى نأهلهم ويكونوا مستعدين للارتفاع بجودة الخدمات تطابق المعايير المطلوبة. عيادات الاستشاريين الخاصة ومراكز الطوارئ الخاصة ليست خاضعة لهذا في المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى سنركز على المستشفيات باعتبارها الأكبر والأكثر ارتيادا، وتليها المراكز ثم تليها العيادات. معايير المراكز والعيادات مختلفة عن معايير المستشفيات. طيب، هناك للمستشفيات 29 معيار بحسب الخدمات المقدمة لهم، وإحنا طبعا أجرينا محادثات واجتماعات مع جمعية المستشفيات الخاصة واتفقنا على أن إن شاء الله فبراير القادم راح نعمل لهم ورشة. هناك فرق بين الاعتماد والتفتيش. إحنا القسم الاعتماد ننهض بالمستشفيات ونعمل معهم يد بيد من أجل أن ترتقي مستوى الخدمة وتوصل للمعيار المطلوب. نعم، 29 معيار، ما هي أبرز هذه المعايير 29؟ نعم، أبرز هذه المعايير اللي نحن نعتبرها جدا أساسية هي سلامة المرضى ومكافحة العدوى ومراقبة الجودة، طبعا وكفاءة العاملين بالمؤسسة الصحية الخاصة. طبعا لن نترك صغيرة وكبيرة، بدءا من حوكمة المستشفى وكيف تدار المستشفى والمال البشرية إلى السياسات العلاجية المتبعة إلى جودة العمليات وجودة العناية القصوى والطوارئ والتمريض والأطباء، سيشمل تقييم كامل إن شاء الله. دكتورة، هل هناك آلية جاهزة لديكم لمراقبة تطبيق هذه المعايير؟ نعم، عادة ما يجرى الاعتماد من خلال فرق تقييم متخصصة ومدربة تنزل هذه المستشفيات بالاتفاق معها. في البداية طبعا المستشفى يقدم على الاعتماد قبل 3 أشهر من انتهاء ترخيصه. مطلوب منه يقدم معلومات عن المستشفى ووثائق، يعني مدعم هاي المعلومات بوثائق مثل الخطة الاستراتيجية، خطة مكافحة العدوى، خطة الجودة. ثم يطلب من المستشفى بعد ذلك إجراء تقييم يعني بنفسه، تقييم داخلي ذاتي على المستشفى. نعم، ويرسل نتائجه. بعد ذلك تنزل الفرق وتقيم المستشفى ويتم عندها تقييم المستشفى وتصنيفه بحسب إنجازاته. طيب، في حال أخفق المستشفى في إقناعكم بالمعايير التي طبقها ولم يتبع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها من أجل هيئة الاعتماد الوطنية للمستشفيات الخاصة، هل هناك إجراءات عقابية؟ طبعاً. نعم، متوقع. احنا طبعا وضعنا ان اقل معيار ممكن نقبله 70% وما فوق. اذا مستشفى اخفق ان يحصل على 70% يعطى مهلة 6 أشهر للتطوير من نفسه ويجرى الاعتماد مرة ثانية. اذا فشل ايضا المرة الثانية يغلق المستشفى حتى ان يستجيب لهالمعايير ثم يقدم خدمات مرة اخرى. لن نقبل باقل من المستوى هذا، حفاظا على سلامة المرضى، تقليلا للاخطاء الطبية وتعزيزا لسمعة مملكة البحرين. الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.